شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية. جاء توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات والذي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي وتستضيفه مصر خلال الفترة حتى 8 يونيو بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة 700 من منظمي الاتصالات وواضع السياسات وممثلي الصناعة من أكثر من 100 دولة. هذا المؤتمر يشهد التئام منظمو قطاع الاتصالات في مختلف دول العالم ليبحثون معا الملفات الجديدة وما استجد على ساحة قطاع الاتصالات في الأونة الأخيرة. هناك العديد من الملفات بالغة الأهمية ماثلة أمام المؤتمر، كتكنولوجيا الجيل الخامس، تكنولوجيا الجيل السادس، كيفية تحقيق نفاذية أوسع لقطاعات أكبر من المواطنين حول العالم للإنترنت، ضمان وصول خدمات الإنترنت للدول الحبيسة، الدول التي لا تزال تعاني من محدودية الخدمة على أراضيها. هناك العديد من التقنيات التي يمكن أن نتغلب من خلالها على هذا التحدي.